والسعادة زملائي الأفاضل، السيد الأمين العام المحترم، السيدات والسادة، أسرة الإعلام، أصدقائي الأعزاء، يسعدني بداية أصالة عن نفسي ونيابة عن السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعن الحكومة والشعب الجزائري أن أرحب بكم جميعا متمنيين لكم إقامة طيبة في بلدكم وبين أهليكم، وراجعين أن تكلل اجتماعاتنا التحضيرية بالنجاح والتوفيق. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم إلى أخي وزميلي وصديقي معالي الوزير سي عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج بأصدق عبارات الشكر والتقدير نظير الجهود المبذولة خلال الرئاسة التونسية في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية. كما أشكر السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيث وكل فريق الأمانة العامة على جهودهم ودعمهم في السياق التحضيري لهذه القمة في الجزائر وبمعية الفريق الجزائري المكلف بالتحضير. زملائي الأفاضل، السيدات والسادة، ينعقد اجتماعنا اليوم للتحضير لقمتنا العربية بعد انقطاع دام 3 سنوات ونصف لم نتمكن خلالها من الحفاظ على دورية اجتماعات قادتنا، وذلك من جراء جائحة كورونا وما خلفته من آثار ألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة الدولية. واليوم وبالكأد بدأت دولنا على غرار جميع دول العالم بالتعافي التدريجي من هذا الوباء. تأتي الأزمة في أوكرانيا بأبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية وإسقاطاتها علينا جميعا لتخلق واقعا متأزما ينذر بتداعيات كبيرة على المنظومة الدولية بما فيها بطبيعة الحال منطقتنا العربية. في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية التي من شأنها تعميق حدة التحديات المشتركة التي تواجهها، يتعين علينا مضاعفة الجهود كمجموعة منسجمة وموحدة تستنير بمبدأ وحدة المصير وما ينطوي عليه هذا المبدأ من قيم والتزامات، وأن تعمل على تثمين مقومات تكاملها ونهضتها كأمة. من هذا المنطلق فإننا نعول كثيرا على مساهمة الجميع في قمة الجزائر لتحقيق انطلاقات جديدة للعمل العربي المشترك وفق نهج يتجاوز المقاربات التقليدية ليستجيب لمتطلبات الحاضر ويمكننا بصفة جماعية من رسم معاليم مستقبل أفضل لشعوبنا ولدولنا. زملاء الأفاضل، سيداتي سادتي، إن التطورات التي يشهدها عالمنا على تعقيدها وتشعب أبعادها يجب ألا تنسين هموم وقضايا أمتنا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية
التي تمر اليوم بأصعب مراحلها في ظل جمود العملية السياسية وتمادي المحتل في فرض سياسة الأمر الواقع. في هذا الإطار نحيي بحرارة الأشقاء الفلسطينيين على انخراطهم في مبادرة المصالحة التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون مطلع هذا العام بالتنسيق مع أخيه الرئيس محمود عباس أبو مازن، والتي توجت بالتوقيع على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 13 من هذا الشهر. بناء على هذه الأرضية نأمل أن يكون بمقدورنا العمل جميعاً لبناء توافق أوسع يسمح بلم الشمل جميع الدول العربية وتوحيد صفها وجهودها لحل الأزمات الحادة التي تمر بها منطقتنا العربية والتي جعلت منها ساحة صراعات بين عديد القوى الأجنبية. إن الأوضاع العصيبة التي يمر بها أشقاؤنا في كل من ليبيا وسوريا واليمن والصومال وكذلك في السودان ولبنان يجب أن تستوقفنا لاستدراك ما فاتنا من جهود ومبادرات للدفع بمسارات السلم والمصالحة التي يجدر بها أن تنطلق فعلاً من البيت العربي. وبنفس القدر نتطلع إلى تعزيز التضامن مع الدول العربية الشقيقة التي تعاني من صعوبات ظرفية، وأود هنا أن أتقدم بعبارات التعاطف والتعازي إلى أشقائنا في الصومال على إثر العمل الإرهابي الجبان الذي تم اليوم في هذا البلد الشقيق. فينبغي إذن أن نساعد هذه الدول الشقيقة والشعوب التي تعاني من صعوبات ظرفية اقتصادية كانت أو سياسية أو أمنية، مع إعلاء مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل الدول، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدتها الترابية. كما تدعو الجزائر إلى تفعيل هذه المبادئ الأساسية في إطار هيكلة علاقاتنا مع الدول الجوار التي تقاسمنا الانتماء إلى الحضارة الإسلامية أو جغرافياً إلى القارة الإفريقية. الزملاء الأفاضل، سيداتي سادتي، إن العمل التحضيري المنوط بنا اليوم يظل على قدر كبير من الأهمية، ليس فقط بالنظر لحجم التحديات المطروحة عربياً ودولياً، وإنما أيضاً اعتباراً للفرص الهائلة للتعاون والتكامل والاندماج في جميع المجالات الحيوية في الاقتصاد والازدهار المشترك. ولذا أدعوكم زملائي الأعزاء أن نعمل معاً وسوياً بكل الطموح وبروح توافقية بناءة لإنجاح قمة لم الشمل هنا بالجزائر، وتعزيز التضامن في ذكرى ثورة الفاتح من نوفمبر الخالدة التي تظل عنواناً شامخاً لوحدة شعوبنا وتضامن دولنا
في نصرة الحق والمبادئ المقدسة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه خير أمتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا على كرم الإسلام.